اليوم داخلين البوليفارد مع رجل الاعمال الاستاذ احمد بانا نعمه، طبعا معروف في جده عندنا في فول بانا نعمه. لا مطلع الفقر يبان سمر مع الخلان، لا قوم اشترح والسلام. ومحلى ليالي عدن والله ليالي عدن تسلي على الكربان، ومحلى ليالي والله ليالي عدن تسلي. الحين من غل الهواء الطلق حنجي في المكبر شوية نتقهوى، هنبدأ بالقهوة هنا الشاب هذا ما شاء الله تبارك الله.